الأسبوع الماضي ودعنا رافائيل. مين فادي من الأكاديمية؟ أنا الحق اشتغل. حنان كانت أكتر طالبة فقدت له. رافائيل وحنان جمعتهم بالأكاديمية علاقة صداقة صاخبة بأحاسيس متناقضة. ما تحكي معي أوكي؟ ما تحكي معي رافائيل. بعد عني رافائيل، بعد عني. حنان. الجمال ليه؟ الله شو خلق الجمال. صار مشاكل كتير بيناتهم. خلص رافائيل. خلص حنان بأمري. أنا زعلانة منك. خلص يا عمي، خلص هبل، ما هلك انت عم تضحكي بالباص، ما تضحكي العالم علينا يا زلمة. رافائيل بعد عني هلا عن جد. عم بحكي معك. ما تحكي معي، بعد عني. ما تحكي عني. ما عم بحكي معك، عم بحكي معه. ما تحكي عني، ما بحكي معه. ما حدا وجهلك حديث، فيكي ما تسمع، فيكي ما تسمع حنان. بس ما بيطولوا تيصيروا مثل السمنة على العسل. بتعرفي قد ايه بحبك انا ولا لا؟ اول مره تسمعي. تتجوزينا؟ لانه رافائيل هو الدعم والمستشار الدايم لحنان. لا اذا عصبتي بينحل الموضوع. لا ما في شيء. سامعه؟ انا حبيبك. وحنان هي السند الاول لرافائيل. شو مضايقك انت؟ رافائيل بليز عم تزعجني هيك والله. واي مشكل لو قد ما كان كبير. يعني من شو بك؟ اوكي رافائيل، اذا رجعت حكيت معك انا عن جد اللي بدك اياه اعمله براسك. بيخلص باجمل المشاعر. مين قال لي كلها جمال وهيك بتتاكل؟ انا ما بحب زعلي. والله العظيم انا بحبه يا جماعه وحياة الله، هو بيحبنا حتى لو زعلنا من بعض. اخ يا قلبي. وضحكتهم بترجع بتعلى بكل ارجاء الاكاديميه. بلا خبي، بلا خبي. والله بلا خبي. بتقتلني وقت تكون هيك. بس خروج رافائيل من الأكاديمية بعد كل الوقت اللي عاشوه سوا ما كان هين ابدا على حنان، وما رح يقطع بلا تداعيات. اشتقت لرافائيل كثير تانت جريس. وهو اشتاق لي كثير وبيوعى بحد التلفزيون بيقول لي اقبرني قلبك حنونه. في اطلب منك طلب تانت جريس؟ قولي لي. هلا بس اطلع من الاكاديمي اوكي رح اطلب ايد رافائيل ليتجوزه. تقدر حنان إلا ما تتذكر رافائيل بكل اللحظات اللي عم تعيشها لوحدة بالأكاديمية. وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلاً ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لأ مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش على اللي يقول لي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة.